بسم الله ما شاء الله، الله أكبر، بسم الله ما شاء الله. طبعا احنا من ساعة الصبح بسم الله ما شاء الله واحنا ما صيدينش حاجة خالص، والحمد لله بفضل الله أول غمزة كان بترمي في طشت. سبحان الله المشط كويس خالص، يقرب على النص كيلو ما شاء الله. ما شاء الله الله طبعا عشان الحداف، واللي زي ما قلنا لكم احنا الصيد ده ارزاق سبحان الله، يعني ممكن تقعد اليوم كله وما تصيدش حاجه، وممكن سبحان الله تيجي من اول لحظه تقعد الصيد. الله بسم الله. ما شاء الله ما شاء الله عليك يا شيخ احمد، ما شاء الله عليك. ده سمك الرعال الانكليس المصري، دي سمكه بتكهرب يعني فيها اقل حاجه يعني 400 فولت. هات وش هو سمك الرعال ده؟ ايوه دي بتكهرب السمكه دي، سمكه بتصيد عن طريق الكهرباء، لو مسكت الوقت ممكن تلطش الله تقوم عليك. طبعا ما شاء الله بسم الله ما شاء الله السمك ده ليلي بالصيد ليلي زي ما انتم شايفين اهو. وطبعا انا ما اقدرش الوقت ده طبعا امسكها بالكيس اتكهرب، فاضطر ان هي اقطعها. طبعا كلنا خايفين منها دلوقتي لانها بتكهرب. طبعا انا اعمل ايه؟ هتقطعها دلوقتي وان شاء الله رب العالمين في كل لقاء معانا ان شاء الله هتشوف الجديد. الف مبروك دي الرعاة، تشاركوا معانا ان شاء الله. فضلا وليس امرا ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة، فهذا يدعمنا كثيرا.